ثلاث حلقه اليوم، واحنا عارفين دايما ان احنا بنكون متواجدين معاكم من بدايه من الساعه 7 حتى الساعه 10 مساء، علشان كده في ملف مهم جدا هنتكلم فيه دلوقتي، والفقره الاخيره بالتحديد مقسمه لجزئين. الجزء الاولاني هنستضيف فيه الدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي وعميد كليه التربيه الرياضيه، وكمان الجزء الثاني هيكون مع الكابتن محمد السلعاوي نجم الاهلي السابق لكره السله، وهيكون حديث مهم جدا في الجزئين في الحقيقه. فبالتالي خلوني ارحب في البدايه بالدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي. يا دكتور مشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل. يعني بصراحه بكره في حدث مهم جدا في النادي الاهلي، وهو افتتاح صاله الجمباز الجديده والتعديل اللي حصل فيها والاختلاف الكبير اللي ان شاء الله هنشوفه بكره، واكيد كاميرا قناه الاهلي هتغطي لنا الحدث بشكل كبير. تعليق حضرتك على الخطوه المهمه دي اللي عملها مجلس اداره النادي الاهلي الحالي بقياده ورئاسه الكابتن محمود الخطيب، واعتقد كان في تركيز كبير جدا على تطوير جهاز الجمباز بشكل عام وبالتحديد الصاله اللي يمكن كانت على مستوى يمكن مش ولا بد خلال السنوات السابقه، لكن التجديد اكيد هنشوفه بكره هيكون على مستوى كبير جدا. طبعا هو صاله الجمباز من ضمن يعني المنشات اللي في النادي الاهلي كان عليها كلام كتير فعلا، لانها كانت محتاجه الى تطوير شامل. والحقيقه مجلس الاداره الحالي منذ ان بدا في اعداد خطته الانتخابيه قال نصا صراحه كده ان صاله الجمباز سيتم تغيير اجهزه بالكامل. حصل. وبمجرد ما مجلس اداره النادي قياده الكابتن محمود الخطيب وصلوا بداوا في تنفيذ هذا السطر اللي موجود. عشان تعمل عملية تطوير شامل بقى زي ما مجلس الإدارة قال ثم قرر هذا لما جه فعلا بدأ بقى يحصل يعني خطة كبيرة جدا لهذا العمل. تمام. العمل اللي انت هتشوفه في الافتتاح بكرة ده إن شاء الله في جهود جبارة اتعملت، والعمل ده داخلين بقالنا تقريبا على سنة بيحصل فيه شغل. تمام. مجلس الإدارة بياخد القرار، بعد كده الإدارات بقى التنفيذية عشان تنفذ القرار. استلم القرار النشاط الرياضي بقيادة كابتن رؤوف عبد القادر طبعا، وبدأ يحط خطة متكاملة لكيف سيتم هذا الأمر. إن هذا الأمر مش مسألة كده تروح تشتري جهاز وتحطه وتعمل، لا لا، ده حكاية معقدة من جميع النواحي. فكابتن رؤوف الحقيقة يعني أدار هذا الملف باحترافية شديدة جدا وبتنسيق على اعلى مستوى بين كل ادارات النادي الاهلي، ومجلس الاداره كلف دكتور مهند مجدي انه يمسك الملف ده. فحصل تنسيق ما بين كابتن رؤوف والدكتور مهند على ان يتم تشكيل لجان ورش عمل اجتماعات مستمره عشان نبحث ايه اللي هيحصل في عمليه التطوير. تمام. العمل ده والجهد ده استمر على مدار سنه، لانك هتغير لايه؟ ولأول مرة احنا بنتعرض ان الأجهزة بالكامل تتغير. عادة كان يتم بالكامل عادة يتم تغيير جهاز اتنين، مجموعة أدوات، مجموعة مراتب. هل الأجهزة القديمة كان يعني خلاص صلاحيتها انتهت أو التقنيات بتاعتها أصبحت يعني قديمة بشكل كبير جدا عشان كده خلاص تم تغيير كل الأجهزة؟ ولا بالمرة هو تغيير فلازم نجدد بشكل كبير؟ لا، هقول لحضرتك، هو كان الصالة نفسها مقسومة لمشكلتين، مشكلة المبنى الاستراكشر نفسه المبنى فعلا، ومشكلة الأجهزة. فكانت الأولوية للمبنى، المبنى خلاص اتغير واتطور. أصبح دلوقتي المشكلة القائمة اللي هي الأجهزة، لأن اللاعبين مش قادرين يتدربوا على أجهزة صلاحيتها انتهت. وبالتالي عندك مشكلة كبيرة، بالإضافة إلى أن سوء الأجهزة هو مش بس مرتبط بانخفاض المستوى، لكن كمان مرتبط ب تقليل عوامل الامان. تمام. دي طبعا لقطات للصاله بتاعه الجمباز في النادي الاهلي. يا جماعه دي لقطات قديمه ولا جديده؟ دي لقطات جديده. دي لقطات جديده، دي جديدة. اثناء الاصلاحات والتجديدات، وبكره طبعا هنشوف المنظر بشكل دي اثناء عمليه الاعداد، وهيكون منظر اكثر من رائع ان شاء الله باذن الله. اتفضل. دي اثناء عمليه الاعداد. تمام. لكن خليني ارجع تاني اقول لك ان بدانا نحسب كويس جدا الأجهزة كلها مش صالحة، هنشتري إيه بالظبط؟ أولوياتنا الفنية إيه؟ مواصفاتنا الفنية اللي إحنا عايزينها إيه؟ والحقيقة إن إدارة النشاط الرياضي مشيت معانا خطوة بخطوة في هذا المشوار،
قياده الكابتن رؤوف عبد القادر بذل مجهود معانا جبار يعني، وكمان كابتن ياسر عبد العال نائب مدير النشاط. يعني عايز اقول لك ان الايقاع كان ماشي اسرع مننا، يعني كل طلباتنا مستجابه. اجتماعات دوريه على طول مع كل ادارات النادي. كويس جدا. من مدير النادي، مدير المقر خالد مرسي، محمد بيه مرجان، ادارات النادي المختلفه كلها بتشترك، لان في امور ماليه هتدخل في عمليه الشراء. طبعا. بتغير في تصميم الملعب عشان يبقى اكثر يعني اداء وافضل. بتغير في لو في الصوره هيجي لك الحفره الاسفنجيه اللي موجوده دي، دي معموله عشان اللاعبين يقعوا فيها اثناء الاداء فتوفر امان. طبعا دي اتطورت بشكل كبير جدا وبقت اكثر امانا وباحدث مستوى في العالم. فكل الامور دي فضلت ماشيه بقى لحد لما دخلنا في الاجراءات الماليه، من شراء، من مناقصات، من ما الى ذلك. كان عندنا مشكله تانية وهقول لك برضو اتحلت بسهوله جدا لان اداره النشاط كانت واعيه جدا بالحكايه، ان احنا لما نيجي نشتغل في تطوير الصاله هنضطر اخلاء الصاله، وبالتالي فرقنا كلها هتمرنوا فين؟ هتروح فين؟ كان الحل ايه بقى؟ كان الحل ان احنا تم تاجير مكانين، صاله مركز شباب الجزيره وصاله كليه التربيه الرياضيه، ونقلنا فرقنا فيها لمده شهرين وما حصلش دروب. انت ممكن كنت متعرض يحصل لك اي لخبطه بالظبط، فانت في الوقت اللي بتطور انت فرقك شغاله كويس جدا، عندك بطولات. يعني كل الامور وطلباتنا كانت كل العقبات اللي ممكن تواجهكم من خلال طبعا الاصلاحات الجديده في الصاله نفسها، كل العقبات اللي كانت موجوده خارجيه بالنسبه انت مش عايز الفرق تتاثر، انت عندك جزء خارجي خاص بفرقك اللي هتروح تتمرن بره، وجزء داخلي خاص بشراء الاجهزه واستلام الاجهزه وتوزيع الاجهزه من اول وجديد، وتصميم الصاله بشكل مختلف عن الاول يبقى اكثر امانا واكثر اداء. فكل الامور دي يعني كتيبه من العمل بقياده كابتن رؤوف عبد القادر والدكتور مهند مجدي بتكليف مجلس اداره، فعلا اداروا هذا الملف بشكل بحيث ان احنا اسره الجمباز يعني دلوقتي لو تسالوا الناس مش مصدقين هو ايه اللي حصل وازاي. هو في الحقيقه كان حلم لكل الاهلاويه ان يبقى في صاله جمباز بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي، وانا بصراحه ان كنت رحت وشفت الصاله زمان يعني فترات بعيده قبل ما يبتدوا الاصلاحات فيها، كانت الصاله للاسف مش بالشكل المطلوب واللي يليق بحجم النادي الاهلي. فبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي الحالي طبعا لما شاف الصاله وعرف الامكانيات اللي فيها اللي تعتبر امكانيات غير مناسبه اطلاقا، فقرر وكان وعد بالنسبه له ان هو يغير بشكل كامل هذه الصاله، سواء من ناحيه المبنى نفسه او حتى من ناحيه الاجهزه زي ما قال دكتور محمد فؤاد. طيب عايزين نتكلم عن الجمباز بالتحديد يا دكتور، اكيد في فروع كتير للجمباز، عايزين نعرف جمهور النادي الاهلي بالفروع دي. احنا في النادي الاهلي لازلنا حتى الان في فروع طبعا موجوده، يعني عندك الجمباز الفني وهو ده اللي موجود في النادي الاهلي، جمباز فني بنين وفني بنات. تمام. احنا لازال موجود عندنا هذا انه اتحاد الجمباز اتجه لفتح فروع اخرى من الجمباز، هي لسه ما دخلتش عندنا، زي الايروبيك. تمام. زي الجمباز الايقاعي اللي هو بيستخدم الشريطه والطوق والكوره، زي الترامبولين اللي هو منصه كده بسوست. تمام. زي الجمباز العام اللي هو العروض الرياضيه وما الى ذلك. الانواع الاخرى دي لسه ما دخلتش عندنا، لسه ما دخلتش لارتباطها بالمكان وارتباطها بالامكانيات. كل حاجه بقى عايزه ملعب، عايزه مكان. فكان مجلس اداره مركز جدا، انا عندي نوع معين موجود ولازم اطوره باعلى مستوى. الاعلى مستوى بالظبط، تاخد الخطوه الاولى، الخطوه الاولى ان انا اطور اللي موجود عندي، وبعد كده ابتدي افكر في الانواع. والتطوير ده في درجات، يعني ممكن تطور بفلوس قليله، لكن كان مجلس اداره توجهه واداره النشاط ان احنا ندور على اعلى المواصفات. كويس جدا. بغض النظر عن التكلفه. واحسن الاجهزه والجوده بغض النظر عن الاسعار والتكلفه. ده كله خدمه لابناء النادي الاهلي. فعلا. فكان التركيز كده. ودي خطه طبعا يعني النادي مشكورا ان هو بيفكر فيها. انا قبل ما افتح فروع اخرى وما بقاش عندي امكانيات لسه كتير وعندي مش مجرد ان انا افتح فروع وخلاص ودخل عكس. تدريبات اخرى او اجهزه او العاب اخرى مرتبطه طبعا بالجمباز وخلاص، لا الاهم ان انا كنت اطور الاول اللي عندي وبعد كده افكر في دخول الفروع الاخرى. بالظبط كده، ده كان الخطه ان انت اللي عندك ده يبقى اعلى على اعلى مستوى، يليق باسم النادي الاهلي، يليق بلاعبين بيلعبوا باسم النادي الاهلي،
وبعدين بعد كده ممكن نفكر في الأنشطة الأخرى بتاعت الجمباز. طيب كويس، هنتكلم عن التفكير في الأنشطة الأخرى للجمباز، لكن خلينا في الأول نروح نشوف التقرير المهم ده مع دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي أكيد كان ليه دور جدا كبير من خلال طبعا الكلام اللي قاله دكتور محمد فؤاد. نشوف قال إيه عن التطوير في الجمباز ونرجع مرة تانية. دلوقتي بصدد اللمسات الاخيره لصاله الجمباز اللي هيتم افتتاحها بكره ان شاء الله باذن الله كاجهزه جديده. احنا عملنا تطوير الصاله ده كان السنه اللي فاتت، ولكن السنه دي بنعمل تطوير اكبر بكتير جدا حتى من حيث المعدات اللي اتعملت والمبلغ اللي اتصرف فيه في الاجهزه المعروضه. فاحنا دلوقتي بنصدد ان احنا نعمل التجهيزات الاخيره للافتتاح بتاع بكره، بنحاول بنشوف اخر الاستعدادات للموضوع، الفرق الولاد اللي بيتمرنوا اللي هيعملوا العرض الصغير بكره ان شاء الله قدام مجلس الاداره، نستعرض المكان بعد الفرشه الاجهزه كلها ما اتفرشت، لو في اي مشكله بنحاول نصلحها لحد عشان بكره تبقى الامور متظبطه. عندنا كمان حتى الساوند سيستم اللي ما كانش موجود بقى موجود في الصاله. فالحمد لله يعني دي يعتبر حاجه عظيمه جدا. انا بوعد كل اولياء الامور وكل اللعيبه في رياضه الجمباز عندنا هنا في النادي ان هم هييجوا بكره ان شاء الله هيشرفونا في الافتتاح، هيشوفوا حاجه هتبسطهم جدا جدا. احنا كنا حريصين ان احنا نحاول بقدر الامكان لو في حاجه نقدر او نقدر نوفرها في الفروع الثلاثه بنحاول نوفرها، لكن طبعا ده مش هيبقى متاح دايما ومش هيبقى متاح في كل الالعاب. ولكن لما لقينا ان في فرصه ولو حتى بسيطه ان احنا نعرض يبقى في موجود تنس طاوله يخدم الفرق ويخدم الاعضاء في الجزيره، عملنا الموضوع ده حتى لو بشكل مبسط ومصغر، ولكن ممكن تبقى نواه زي ما بنقول لو يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. فاحنا برضو انتهينا من معمل مواضيع صاله تنس الطاوله، وخلال ايام كمان وده بقى الحدث الكبير جدا اللي احنا كمان في انتظاره، هتبقى افتتاح صاله الكاراتيه. دي طبعا حاجه يعني حلم يعني كل لعيبه الكاراتيه بيحلموه مثلا من اكتر من 12 سنه و15 سنه، انا واحد منهم وانا بلعب كان عندي حلم ان يبقى الصاله دي صاله كامله ومتكامله مجهزه ومتقفله مكيفه. فالحمد لله يعني المجلس بيمشي بخطوه ثابته جدا فيما يخص مجال الانشاءات بالذات فيما يخص الالعاب. طبعا ده ناهيك بقى عن اللي هيتم فيه او اللي بيتم في فرع الشيخ زايد واللي هيتم ان شاء الله في فرع التجمع الخامس باذن الله. احنا في الفرع يعني مثلا مدينه نصر احنا بنعمل حمام سباحه جديد هيخدم الاعضاء وهيقلل العبء شويه من على مجمع حمام السباحه، فده طبعا يعني حمام سباحه متكامل بامواج وحاجه رائعه جدا. هنعمل منطقه جلوس للاعضاء كبيره جدا في مكان ملاعب التنس القديمه في مدينه نصر، فدي طبعا هتبقى انجاز رهيب جدا، هيقلل العبء برده من على المنطقه الاستثماريه والمنطقه الاساسيه الحديقه الرئيسيه في النادي، هيبقى فيها مطاعم مع كل الماركات وكل ما يخدم الاعضاء، هتبقى فيها مساحات للجلوس للاوت دور وكمان كمنطقه اجتماعيه مقفوله عشان اوقات الشتاء والامطار وكده والجو اللي ما بيبقاش مناسب، فدي هتبقى نقله. ده بالنسبه لمدينه نصر. بالنسبه للجزيره طبعا الناس كلها عارفه ان مدرج الكوره بيتم فيه العمل على قدم وساق، بجنبيه بقى صاله الجمباز اللي احنا فيها، وجنبيه من الناحيه الثانيه صاله الكاراتيه، فدي هتبقى طبعا المنطقه الشرقيه من النادي دي كلها او غير تنس الطاوله، المنطقه دي كلها هيتم احيائها من اول وجديد، يعني هتبقى نقله جدا، الاعضاء كلهم هيتبسطوا جدا من المنطقه دي يعني. وشيخ زايد طبعا ما انتهيناش طبعا من المرحله الاولى، وكمان بصدد ان احنا نستكمل الملاعب وكل اللي ناقص، هيبقى في ملاعب اخرى لرياضات مختلفه. صاله الكاراتيه اللي في الشيخ زايد هي معموله طبعا كتنت او خيمه، هيتم ان شاء الله في المتصور انها هتتعمل صاله ثانيه مقفوله زيها زي اللي موجوده في مدينه نصر واللي هتبقى موجوده هنا، يعني ده غير بقى طبعا منطقه مبنى اجتماعي جديد في الشيخ زايد. كل ده في المرحله في المستقبل القريب زي ما بيقولوا، لسه بقى المستقبل البعيد لسه عندنا خطط كبيره جدا ان شاء الله، ومع فرع التجمع ان شاء الله باذن الله. الناس لازم تعرف ان مجلس الاداره عارف دوره كويس قوي، وعارف ان عنده محاور كتير بيشتغل عليها، المحاور دي منها فريق الكوره، منها قطاع
النشاط الرياضي وفرق النشاط الرياضي للألعاب الفردية والألعاب الجماعية، منها الموظفين والعاملين ومنها أعضاء الجمعية العمومية. كل واحد من دول هو ده بقى دور مجلس الإدارة، إنه اسمه مجلس إدارة عشان يقدر يدير الموارد اللي عنده في إنه يخدم كل المحاور دي بحيث إن محدش فيهم يتأثر، وفي نفس الوقت نقدر نوصلهم كل الدعم اللي مطلوب. فما يلاقوش من القصة دي خالص، احنا النادي متقسم لمحاور ومتقسم لملفات مهمة، والحمد لله كل واحد قايم بدوره بشكل اكتر من رائع. يعني بنطمن كل الناس، بنطمن الجماهير، بنطمن الاعضاء، بنطمن الموظفين، بنطمن فرق النشاط الرياضي، محدش يقلق من اي حاجة ان شاء الله. الحقيقة الكلام اللي قاله دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يطمن بشكل كبير جدا كل أعضاء النادي الأهلي، مش أعضاء النادي الأهلي بس، كمان جمهور النادي. لأن في البداية المجلس لما جه كان ليه برنامج، هو برنامج اسمه عائلة النادي الأهلي. البرنامج ده الواضح من خلال الكلام ده أنه بيطبق على أرض الواقع. وبالمناسبة أعضاء الأهلي ما بينسوش، لما هيكون في وعود من مجلس اداره النادي الاهلي هيشوفوا في الاخر الوعود دي اتنفذت ولا لا. الواضح بشكل كبير جدا ان الوعود دي في طريقها للتنفيذ، كلام ومحاور عديده اتكلم فيها دكتور مهند مجدي، وده تنفيذا لبرنامج عائله النادي الاهلي اللي وعد بيه مجلس اداره الاهلي الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب. مهم جدا ان الوعود تتنفذ، وده اللي بيحصل في الحقيقه. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. اتكلموا او دكتور مهند مجدي بالتحديد واكيد من خلال مجلس اداره النادي الاهلي اتكلموا في العديد من الملفات، سواء تنس الطاوله وصاله تنس الطاوله، حمامات سباحه جديده في اهلي مدينه نصر، افتتاح صاله الكاراتيه، وده شيء مهم جدا في فرع النادي الاهلي في الجزيره، والاهم كمان طبعا تجديد صاله الجمباز، وده اللي احنا بنتكلم فيه طبعا مع ضيفنا العزيز دكتور محمد فؤاد. مجهود كبير بصراحه بيتعمل مجلس اداره. هو بس عايز اقول لحضرتك ان يعني في جميع الاجتماعات وورش العمل اللي تمت، بحكم ان انا مسؤول عن الجانب الفني اكيد، فهم كورشه عمل بقياده مثلا دكتور مهند في مره، قياده كابتن رؤوف عبد القادر، ما فيش مره طلبنا حاجه من الناحيه الفنيه وقالوا لنا لا، ما قالوش لا، ما فيش مره قلنا فكره واقتنعوا بيها وقالوا لا، برغم ان ممكن انت بتقول الفكره هتتكلف، هتعمل مجهود، هيحصل وراها، هم مش بيتاخروا في الحقيقه خالص، بالعكس ده هم كانوا يعني الكابتن رؤوف بعد ما نقعد في اجتماع ونتفق على خطوات معينه، بعد ما تخلص، قبل ما تخلص يقول ايه تاني، عايز ايه تاني، كويس، مطلوب ايه تاني. دكتور مهند كل يوم عندنا في صاله الجمباز رايح جاي عشان يشوف بعينه، كابتن رؤوف رايح جاي يشوف بعينه ايه المطلوب، عايزين ايه. وده طبعا بيديك مؤشر على الاهتمام الكبير، اتفضل، الاهتمام الكبير جدا بانك تعمل صاله على اعلى مستوى، مش مساله انك تعمل صاله وخلاص، صح، لا ده مجهود سنه اتبذل. كان ممكن على فكره يطوروا الاجهزه بس ويريحوا، يعني يريحوا دماغكم، انا بتكلم كده يعني بصراحه، لكن هم خدوا على عاتقهم تطوير المبنى نفسه وتطوير الاجهزه، وكل ده في صالح ابناء النادي الاهلي اللي طبعا متواجدين في هذه اللعبه، لعبه الجمباز، واللعبه في الحقيقه عليها اقبال كبير جدا اعتقد يا دكتور من اعضاء النادي الاهلي. علينا اقبال كبير جدا، وكانت شكوى الناس طبعا من سوء الاجهزه وان ده لا يليق، وان طبعا مجلس اداره وفى بوعده على طول، وفى بوعده وزي ما قلت لك باعلى المواصفات واعلى مستوى. يعني زي ما حضرتك قلت كان ممكن جدا تتعمل اقل من كده وكان يبقى تمام. لا 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 خالص، ويبقى اسمي غيرته برضه، مغير. لا لا محدش هيقدر يقول لي انت ما غيرتش غير الناس بقى اللي فاهمه قوي خالص. بس الجميل ان هم بصراحه بيغيروا الدنيا من يعني مش عايزين نقول صفر مثلا، من 10%. المهم ان القياده اللي بتدير الملف بتكليف مجلس الاداره دكتور مهند وكابتن رؤوف هم موجودين في صاله الجمباز يعني يوميا. يوميا عايشين الحدث. انت مش بتكلم حد قاعد في مكتبه، مش بتكلم حد مش عارف ايه القصه. فلذلك لما بيكون في مشكله هو عايشها معاك وشايفها، وبالتالي بيعملها ومنتهى السرعه. وكل ادارات النادي اشتغلت في هذا الشان، وكل ادارات النادي حصل تنسيق كبير ما بينها عشان كله يشترك في اخراج المنتج اللي بتقوله. عشان كده في الاول انا قلت لحضرتك ايه، في برنامج مجلس الاداره في سطر، هذا السطر كلف النادي فلوس بالملايين وعمل وجهد من إداراته لمدة سنة عشان السطر ده تغيير وتطوير أجهزة صالة الجمباز. تمام، ده شيء مهم جدا. عايز بس حضرتك تشرح لي اللقطات اللي احنا كنا شايفينها دلوقتي في الصالة، وإيه الأجهزة وأنواع هذه الأجهزة وأهميتها بالنسبة للاعبين واللاعبات طبعا.
شوف انا هكلمك على حاجه انت بس عدت دلوقتي بسرعه كده، اللي هي ايه، مكعبات تاني يا أحمد، مكعبات سفنج كده ظاهره في الشكل. ايوه شفناها. مكعبات السفنج دي هي دي الحفره الاسفنجيه المرتبطه بالامان بالنسبه للاعبين. دي ما كانتش النظام ده موجود عندنا، ما كانش موجود اصلا، نظام تاني من الحفر اقل امانا. كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن شيت، والشيت ده عباره عن تحتيه زي مرتبه تمام متركبه بسوست في الجناب تحمي اللاعب من السقوط. ده نظام امان اقل. انا مستني اللقطه تيجي اللي فيها الحاجات الاسفنجيه دي وتكلفته اقل. انما نظام المكعبات ده، المكعبات انت بتشوف المكعبات فوق بس، هو القيمه مش في المكعبات اللي ظاهره قدامك. فان تحت هذه المكعبات في نوع معين من المراتب، ماده خاصه جل، ده مش موجود، دي احدث حاجه في العالم والله. في مصر لسه مش مدخلش. ده احدث حاجه استوردناها من بره. المواصفات الفنيه اللي طلبناها فيها في الحفره دي فيها هذا النوع من المراتب الجل اللي تعمل عمليه اقصى امتصاص عشان يحافظ على اللاعب. فانت شايف مكعبات فوق بس تحت في تصميم. ما هو اهم من هذه المكعبات؟ مكعبات هي معانا هي في الصوره اللي حضراتكم طبعا شايفين معانا، هي دي المكعبات الاسفنجيه اللي بيتكلم عليها دكتور محمد فؤاد، طبعا رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي، وما تحت هذه المكعبات من ولذلك التصميم ده ممكن تعمله بنص الثمن لو استغنيت عن بعض الحاجات اللي تحت كمراتب من الجل دي، توفر لك نص الثمن. ده ما حصلش، لكن المجلس كان مصر ان الامور كلها كامله متكامله، اعلى المستوى، هات احسن حاجه وبلا تردد. في الحقيقه بقى خليني اقول لحضرتك على حاجه، بعد ما المجلس يعمل كل الامكانيات دي ويوفرها لجهاز الجمباز، مطالب من جهاز الجمباز ان يكون في نتائج واداء فني اكثر من رائع طبعا بعد توفير هذه الامكانيات، وده اللي احنا متوقعينه وان شاء الله متاكدين منه من خلال حضرتك ومن خلال اللاعبين واللاعبات في جمباز النادي الاهلي. خلي بال حضرتك كمان، هو قبل الاجهزه دي ما تتطور مع بدايه الموسم، مجلس الاداره مشكورا وكابتن عبد الرؤوف مدير، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط، وافقوا لنا على زياده اعداد المدربين. احنا كان عندنا نقص كبير في اعداد المدربين، فعملوا لنا طفره كبيره في اعداد المدربين طبعا. يعني كنا كام مثلا، كام مدرب وبقينا كام؟ يعني اقول لك مثال، مثلا انت لما يبقى عندك فريق مكون من 12 المدرب في الجمباز، الاعداد لازم تبقى قليله عشان عمليه السند وما الى ذلك. لما مدرب واحد يبقى واقف على 12، هيضطر يوقف بال 12 دول على جهاز واحد ويطلع بالدور كده كل واحد على ال 12. طيب لو بقوا اثنين مدربين هنقسم، يبقوا ستة مجموعتين وستة مجموعتين، لو بقوا ثلاثة وهكذا. فالنادي عامل كده، فتت لك ان مفيش حاجة اسمها مدرب واحد. طب المدرب ده لا قدر الله عي مثلا، توقف الفرقة. ولذلك كان عندنا مشاكل أخرى فنية كتيرة جدا هي غير ظاهرة. يعني هي دلوقتي الحفرة والمراتب والأصالة دي الحاجات اللي ظاهرة، لكن تعالى بقى في التطوير اللي حصل في الجهاز الفني بقى كبير جدا. تعالى بقى تطوير تاني كمان هم عملوه، انه رفعوا المرتبات بالنسبه للمدربين كويس، وبالتالي لما بتدخل دلوقتي في سوق التعاقد مع المدربين مصدر قوه كبير جدا طبعا، اسم النادي الاهلي طبعا ده أكيد. بالاضافه الى انك حسنت المرتبات اللي تقدر تجيب بيها الاختيارات انت عايزها. دي كلها حاجات مش ظاهره للناس، لكن هي حاجات في الاخر بتصب في مصلحه النشاط وفي مصلحه الانشطه كلها اكيد. وبالتالي انت طورت كل العناصر بتاعت اللعبه، طورت المدربين. حتى هقول لك على حاجه تاني، اتحاد الجمباز بينظم بعض الدورات التدريبيه الدوليه وما الى ذلك مع الاتحاد الدولي. النادي بيدعم المدربين اللي بيروح يشتركوا في الدورات دي ويدفع لهم فلوس كمان، ودي سابقه جديده ما حصلتش. وعندنا مجموعه من المدربين، واضح ان في تركيز كبير بصراحه من مجلس، ففي اهتمام يعني اهتمام كبير في الحقيقه بالجمباز، مش بس الجمباز، يعني احنا عايزين نتكلم في مختلف الانشطه والرياضيات داخل النادي الاهلي، سواء من حيث الناحيه الفنيه، من حيث المنشات، ومن حيث كل حاجه بصراحه. ما هو انت حضرتك بتتكلم في المنشات دلوقتي عشان بنشوفها، لكن قبل الحكايه كان في تطوير تاني كبير جدا بيؤدي في النهايه الى ان يعمل منظومه متكامله تعمل مستوى رياضي في جميع الالعاب يليق باسم النادي الاهلي. ما هو التطوير حصل في الجمباز ده، هو مش حصل في الجمباز عشان الجمباز بس، لا طبعا. ما لسه الدكتور مهند هو بيتكلم
في الكاراتيه وفي جميع الالعاب وكره قدم كمان عندها جميع الالعاب اكيد محتاجه برضو تطوير من سواء من ناحيه الاجهزه الطبيه من ناحيه الاوض والغرف الخاصه باللاعبين حاجات كتير جدا هيتم تغييرها وده شيء مفروغ منه يعني اكيد لازم كل جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي يطمنوا من هذه الجزئيه بالتحديد. طيب احنا كنا بنتكلم على الفروع العديده للعبه الجمباز وقلنا ان الاهم ان انا اطور اللي عندي الاول وبعد كده ممكن ادخل الفروع الاخرى دي. امتى ممكن نشوف الفروع الاخرى الخاصه بالجمباز تدخل النادي الاهلي؟ طب انا هقول لك حاجه كمان من ضمن يعني الاهتمام بالانشطه بالجمباز. احنا الصاله دي نتيجه الاقبال المتزايد عندنا الاعداد كبيره ففي يعني ايه خلينا اقول كثافه عدديه كبيره جدا وبالخصوصا بالنسبه للاطفال الصغيرين. فالنادي قرر انه يعمل صاله مخصصه لجمباز المبتدئين بجوار الصاله دي وخدنا عليها موافقه مجلس اداره وافق والكابتن رؤوف عبد القادر شغال في وقت واحد في الصالتين يعني بيشتغل في دي وبيشتغل في الناحيه الثانيه النشاط الرياضي بيجري ورانا في السلطين. طب انا عايز اسال حضرتك اسئله سريعه جدا قبل ما نختم بتحديد عايز اسال عن اللاعبين واللاعبات جمباز النادي الاهلي هل هم من ابناء النادي الاهلي ولا بعضهم ولا في ناس من بره ممكن تكون متواجده في اللعبه؟ لا احنا بقرار مجلس اداره جميع اللاعبين من ابناء النادي الاهلي. كويس عشان نوضح الامور دي للناس. تمام كنشاط خدمي لابناء النادي. طيب البطولات او ابرز اللاعبين الاول اللي عندنا مثلا قول لي اسماء. عندنا لاعبين احنا في المنتخب موجودين وعندنا محمد مختار موجود وعندنا عبد الرحمن محمد موجود وفي البنات عندنا فرح سيد وعندنا ندى. خلي بالك منتخب الجمباز الفريق ثلاث لاعبين فانت لما يبقى عندك لاعب من الثلاثه الاساسيين تبقى انت يعني عملت انجاز. لكن في وقت من الاوقات كان عندنا اعداد اكبر من كده والحكايه دي قلت شويه نتيجه نقص الاجهزه. طيب اهم التحديات اللي عندكم او اهم البطولات اللي هتشاركوا فيها كجهاز جمباز في النادي الاهلي الفتره الجايه هتكون ايه؟ احنا عندنا بطولات الجمهوريه منقسمه الى نصين، نص بدا وخلص والنص الثاني هيبدا يوم 31. فاحنا هنبدا بطولات الجمهوريه مع بدايه الصاله. يعني هنبدا لحد شهر 4. اكيد شيء مهم ونتمنى لكم كل التوفيق في الحقيقه وخصوصا في ظل المجهودات الكبيره اللي بيبذلها مجلس اداره النادي الاهلي فاكيد هيكون عليكم مجهود اكبر ان شاء الله خلال الفتره الجايه في حصد البطولات لجمباز النادي الاهلي بعد توفير كل هذه الامكانيات. يعني دكتور محمد فؤاد نورتنا وشرفتنا اكيد النهارده. شكرا لحضرتك جدا. شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا كان معانا في الجزء الاول من الفقره الاخيره من حلقه الاهلي ليله النهارده دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالنادي الاهلي وعميد كليه التربيه الرياضيه واتكلمنا في ملف مهم جدا وهو الجمباز داخل النادي الاهلي سواء من حيث المبنى نفسه او حتى من حيث تطوير الادوات الفنيه الخاصه باللاعبين داخل النادي الاهلي واكيد نتمنى لهم كل التوفيق. هنروح لتقرير مع دكتور او كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي بيتكلم فيه برضه عن صاله الجمباز بعد فاصل نرجع نستقبل كابتن محمد السلاوي نجم الاهلي السابق لكره السله في اخر فقرات حلقه الاهلي الليله النهارده بعد فاصل. النهارده مجلس الاداره بيفي بالوعد جميع الاجهزه اللي كانت موجوده في الصاله يمكن كانت وصلت لحاله اصبحت خطر على اللاعبين ممارسه اللعبه. احنا خدنا الخطوات لضمان ان الاجهزه الجديده تكون على اعلى مستوى يعني الماركات اللي قدام الساده المشاهدين دي كلها هي الماركات المعتمدة لبطولات العالم والأولمبياد فدي الأحسن الماركات اللي هي موجودة جميع الأجهزة متطلبات اللي موجودة عشان تبقى صالة كاملة متكاملة الحمد لله وفرناها. بقول يعني أصغر حاجة إن في الوايرات اللي بتبقى ماسكة زي السادة المشاهدين ما هيشوفوا بتبقى الاجهزه ممسوكه بوايرات لما جينا نجرب نعمل الوايرات دي في ارضيه الملعب بصينا لقينا ان ارضيه الملعب على حسب الستاندر بتاع الشركه انها لازم تكون 50 سم في 50 سم بعمق 50 سم خرسانه مسلحه
غيرنا جميع الأرضية وعملنا الأعداد الخرسانية. ده ليه؟ يعني علشان خاطر أولادنا نضمن السلامة ليهم. بقول مش كده وبس، احنا الموضوع مش موضوع أجهزة، موضوع أجهزة فنية. بقول ان أعداد الجهاز الفني للفرق الجمباز تضاعف في بداية الموسم، أصبح موجود 2 مدربين على كل جهاز بعد ما كان فيه مدرب واحد موجود على كل جهاز. جميع التخصصات وفرناها. أنشأنا لأول مرة أكاديمية النادي الأهلي للفرق، يعني أصبح الفرق طبعا بتكتظ بعدد من اللاعبين واللاعبات، الأعداد الزيادة. عملنا أكاديمية ممكن أنها تنزل في جميع مسابقات الاتحاد، وفرنا لها أحسن المدربين، ويمكن بسم الله ما شاء الله ابتدت الباكوره تطلع بتاعه الاكاديميه، وبعض اللاعبين واللاعبات ابتدوا يحققوا ميداليات في البطولات اللي بينزلوها. فبقول هنيئا لاولياء الامور واللاعبي ولاعبات النادي الاهلي بصرحهم الجديد. وطبعا انا بدوري بتقدم بالشكر طبعا لمجلس الاداره اللي خد قراره على تجديد هذه الصاله، وأرجو أن هي تليق باسم النادي الأهلي وبترفع مستوى الجمباز أولا وأخيرا لصالح المنتخبات القومية، وعلشان يبقى في جمباز في مصر يليق باسم مصر. التنس الطاولة يمكن دي غير خاصة باللاعبين، دي خاصة بالأعضاء، خدمة للأعضاء. بقول الرحلة بتاعت تنس الطاولة طول عمر تنس الطاولة من نشأتها، واحنا مؤسسين الاتحاد المصري للتنس الطاولة، كانت موجودة عندنا هنا هوت في النادي الأهلي في الجزيرة، وكانت بالتحديد بجوار الصالة بتاعت الجمباز. كان في زمان مدرجات للدرجة الثانية بتاعت كرة القدم، كان أسفلها الطاولات أو الترابيزات بتاعت تنس الطاولة. بعد كده اتنقلت في صالة راتب في المبنى القديم. لما أنشئ نادي الأهلي مدينة نصر كان هناك صالة موجودة أسفل حمام السباحة في مدينة نصر، فتم نقل نشاط تنس الطاولة إلى مدينة نصر. النهاردة بعد 25 سنة من انتقال الترابيزات دي لمدينة نصر بتعود هي فرحتها. يعني ما فيش حد فينا أعتقد وإحنا صغيرين أو إحنا شباب ما مارسش في لعبة تنس الطاولة، فهو مطلب من أعضاء النادي وجود صالة هنا هوت عشان يمارسوا رياضتهم المفضلة. وبرضو زي ما بقول ان كل ما وعد به مجلس الإدارة الحمد لله تباعا بيتم تنفيذه. النهاردة صالة الجمباز هنا وتنس الطاولة والكاراتيه، وهناك في مدينة نصر تم تكييف الصالة بتاعت الكاراتيه. اذا نهضة انشائية في جميع الألعاب، غير الدعم الفني والمادي بوجود لعيبه محترفين اجانب في جميع الالعاب. النهارده في الباسكت جبنا لعيب محترف امريكي، واللعيب الثاني عشان يلعب معانا في افريقيا، وفي طريقنا للتعاقد مع لعيب ثالث افريقي، لان اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي بتقول 2 اجانب بالاضافه الى لاعب افريقي. اذا النادي الاهلي مجلس ادارته لا يبخل على فرقه الرياضيه ولا على اعضائه، وزي ما شايفين الحمد لله ده خير شاهد. فبقول بالتوفيق للجميع بإذن الله.